تحذيرات جديدة أطلقتها الجهات الصحية من حدوث موجة جديدة من جائحة كورونا في كربلاء المقدسة في ظل عودة الإصابات اليومية للارتفاع مجدداً، فيما عد مختصون بأن الأمر بات مقلقاً للغاية وقد يجعل الوضع يخرج عن السيطرة. هناك زيادة وزيادة يعني غير قليلة في نسبة الإصابات في المجتمع الكربلائي وبالعراق بصورة عامة، ولا نعزي هذا يعني لسبب معين. يعني قسم من الإخوان يصرحون أنه زيادة التحري وزيادة الفحوصات، لكن الواقع أنه هناك زيادة وزيادة كبيرة في عدد الإصابات، وبالرغم أنه عدد الإصابات الشديدة هي طبعا لا تتجاوز 5%، إلا أن مدينة الإمام الحسين الطبية يعني معدل الدخولات فيها غير قليل، قد نصل إلى مرحلة لا نستطيع تقديم الخدمة. وهذا الرجاء، يعني يمكن أنا هذا الكلام خطير وكلام يعني شديد، إنه إحنا في فترة قصيرة، الفترة اللي يعني حقيقة السابقة يمكن الأسبوعين الماضيين عانينا معاناة كبيرة في توفير الأكسجين. يعني زيادة صرفيات الأكسجين من 200 قنينة باليوم الواحد إلى 1500 قنينة باليوم الواحد. بدورها حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من تحول كربلاء إلى بؤرة جديدة لتفشي الوباء في العراق على غرار مدينة ووهان الصينية بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ودخول الزوار من مختلف المحافظات العراقية إليها. كمفوضية حقوق الإنسان تحذر الحكومة المحلية والحكومة المركزية بنفس الوقت من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا. هذا راح يسبب كارثة إنسانية، يجب أن تكون هنالك قرارات تتخذ مدروسة من أجل الحد من تفشي هذا الفيروس اللعين في محافظة كربلاء المقدسة. كذلك وردت إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان مناشدات وشكاوي كثيرة من قبل المواطنين تأخير المسحة اللي تأخذ للأشخاص المتوفين في المستشفيات نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا. هذا المسحة تتأخر بعض الأحيان يومين إلى 3 أيام، وردت لنا مناشدات. ومن أجل السيطرة على الموقف الوبائي المتصاعد، أعلنت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة عن غلق كافة السيطرات الخارجية ومنع دخول الزائرين وفرض حظر التجوال الشامل في أيام عيد الأضحى. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زاكروس تيفي.